سلام الله عليكم أحبابي، طبتم وطاب ممشاكم. أجدد لكم الترحاب في حلقة جديدة ومنظر طبيعي جديد، وكالعادة بالطريقة الجديدة، رسم الجبال والأشجار والبحيرة في المنظر الطبيعي بكل سهولة. فشدوا معي الرحال وتابعوا معي. اللون الأزرق والبنفسجي، نضيف عليهم اللون الأخضر، لون تركواز خفيف كيف ما شفتوا، بين بين، ثم الفرشات العريضة. نحاول ما أمكن ندير طلاء السماء على العلو ديال اللوحة ديالي، ونخلي واحد المساحة تحت باش ندير اللون الأبيض، لأنني غندير تدرج هنا على مستوى خط الأفق مباشرة فوق الجبل. لاحظوا التدرج اللوني وأثره في لون السماء. ثم من جديد اللون الأزرق اللي ضفت ليه المركز اللوني أزرق وبنفسجي، أعطى درجة قوية على لون السماء، ونديره تحت كبحيرة طلاء ديالي بكل سهولة. ثم نخطط المنظر، وغتشوفوا الآن كيف أخطط الأشجار والبحيرة والصخور. لاحظوا المستوى اللي كنخطط فيه وكنأطر فيه المنظر ديالي، خط أفقي ثم الجبل ديالي بكل سلاسة. نحاول نحدد ما تبقى من التفاصيل ونضيف اللون الأزرق على اللون ديال البحيرة باش يعطيني لون قوي. لاحظوا نضيف كذلك اللون الأخضر باش اللون، وندير لون ظل الجبل، لون قوي غادي يعطيني الخلفية أو لون الفراش أو لون ظل ديال الجبل. نحاول ندير الطلاء ديالي بفرشاة الأنجولو بكل سهولة. نحاول دائما نمشي مع الخطوط اللي أطرت واللي خططت في الجبل، الحدود ديال الجبل بكل سلاسة. وممكن كذلك ندير فرشات أخرى تكون أكبر أو أصغر، اللون الأخضر والأسود فرشات المروحة، طلاء لون الظل كذلك بالنسبة للأشجار اللي على الجهة اليسرى. لاحظوا طريقة طلاء، كنحاول أولا نصنع الموتيف من الفوق لأن هذه أشجار الصنوبر. غادي نحاول نرسم غابة بجانب الجبل، ودائما كنستعمل فرشة المروحة باش تعطيني الموتيف ديال الأشجار من الفوق. أما من تحت ممكن ندير طلاء بأي فرشاة أخرى، ممكن فرشاة الأنجولو، ممكن أي فرشاة أخرى. لاحظوا التحديد ديال اللون، واللون بين بين كذلك بين الأخضر وبين الأسود، يعطيني القوة ديالو العمق ديالو. ثم نجيب اللون الأبيض و الأسود، لاحظوا ندير لون بين البني والبنفسجي، كندير كذلك اللون الأحمر واللون البنفسجي. الآن خالط اللون الأسود والأحمر والبنفسجي والأبيض، لاحظوا درجة اللون، وندير الطلاء ديال الرمال اللي بجانب الواد او بجانب البحيرة عفوا. لاحظوا درجة اللون، وكنحاول دائما ندير تنوع لوني. لاحظوا غنضيف اللون الترابي على نفس الطبقة ديال اللون، وندير ما تبقى، ندير الطلاء ما تبقى من الرمال والأتربة اللي بجانب البحيرة مباشرة تحت الغابة والأشجار اللي كتشوفوا بفرشاة الأنجولو. دائما نملأ الفراغات باش نهيئ اللون ديال الظل ديالي ولون الفراش، اللي من بعد غادي يستقبل الوان الضوء الاخرى اللي غتكمل ليا تفاصيل المنظر. ثم ندخل بدخلات كتحدد ليا بعد الانعراجات في الغابة تحت. مرة اخرى اللون الاحمر والاسود، لاحظوا الطبقة ديال البني غامقة، غندير لون ظل الصخور
والأحجار اللي بجانب البحيرة، ولاحظوا درجة اللون دائما كنغير درجة اللون على حساب كل جزء وكل عنصر من عناصر المنظر ديالي. نحاول دائما ندير الطلاء بقوة وندعم اللون حتى يظهر اللون قوي متماسك في المنظر، وتحديد العناصر بلون الظل هذه هي المهمة الأولى اللي خصني نقوم بها باش نهيئ المنظر ديالي ويتسنى لي ويسهل عليا المراحل الأخرى. اللون الترابي مرة أخرى اللي دمجت فيه اللون أصفر كريم واللون أحمر والأبيض، ونحدد التفاصيل اللي غادي نخدم عليهم، لون الضوء في الجبال والتحديدات وتفاصيل الجبال ديالي أو الجبل الكبير. لاحظوا اللون الترابي كيفاش غادي نوزعو في الجبل بفرشاة الأنجولو المسننة، وكالعادة نضرب بضربات مسطحة بالفرشاة الأنجولو باش تعطيني الموتيف، لأن هاد العملية اللي كنباشر في طلاء لون الضوء هي اللي كتعطيني الموتيف. لاحظوا كيفاش كنخدم بها كأنني يعني أرسم بالسكين ولكنها الفرشاة، ولكل دوره بالنسبة للفرشاة كتعطيني موتيف آخر مغاير لطريقة السكين، كذلك يلعب دور مهم بالنسبة للفرشاة، لأن الفرشاة حتى هي لها دور في مثل هاد الضربات ومثل هاد التفاصيل. لاحظوا اللون كيف ينساب بالنسبة للجبل وكيفاش كيعطيني الموتيف خفيف وجميل، كنديرو كطبقة أولى وكفراش فوق اللون الأول. نعود ندعم نفس اللون، لاحظتوا اللون الترابي يعني دمجته مع اللون البني خفيف يبان غامق، وندير تفاصيل ديال لون الضوء وتحديدات وتفاصيل في الجبل دائما باش نعطي الإضاءة للجبل وتبان تفاصيل الجبل مضيئة وتعزل لون الظل على لون الضوء. وهذه هي العملية دائما اللي كنقوم بها. الآن غندير اللون الأبيض والأصفر والأحمر باش نعطي لون الإضاءة الأخيرة اللي غادا تجي فوق تفاصيل لون الضوء في الجبل، لون تقريبا برتقالي. لاحظوا بالسكين المثلثة غنبدا ندير في التفاصيل ونحدد لون الضوء. لاحظوا السكين وضربات السكين ودور السكين في تحديد هذا الموتيف ديال الجبال بهذه الطريقة. نحاول دائما نغني اللون وندعمو ونديرو بقوة. إلا لاحظتوا راه الصباغة عجينة، دائما كنحاول نختار النوع ديال الصباغة اللي غتناسبني في الموتيف، والصباغة إلا كانت لينة ما تناسبنيش في مثل هاد الضربات، لابد من الصباغة تكون عجينة لأن هاد الموتيف كيجي بهاد الطريقة وكيتصنع بالصباغة وهي عجينة، وكيستقبلها السكين بواحد السلاسة والليونة كيف ما كتشوفوا. ودائما نحاول نغني اللون يعني نديرو بقوة، نحاول نظهر اللون باش يعطي تناغم مع لون العمق لتحت، اللون الأزرق الغامق بنكهة البنفسجي. ثم نحاول نوزع تفاصيل الإضاءة في الجبل وبالسكين دائما، المهم حتى أملأ الجبل بتفاصيل لون الإضاءة ونوزع اللون في الأماكن اللي فيها الضوء. لاحظوا تفاصيل ديال السكين وكيفاش كيخدم السكين في مثل هاد الضربات. الآن غادي ندير اللون الأبيض، نضيفه على نفس الطبقة ديال اللون باش نعطي إضاءة، ونديره فوق الألوان لكي أنهي لون الإضاءة في الجبل بضربات خفيفة فقط. نحاول نغني جانب من الإضاءة ونوزع الإضاءة بشكل خفيف حتى نحافظ على جميع الألوان، اللون الأول اللي درت والثاني والثالث
وهكذا تبان التفاصيل واضحة للجبل، توزيع بلسعات خفيفة بالسكين، ونحاول ما نكترش من اللون حتى يعطيني إضاءة كتبان وتظهر. الآن غنضيف اللون ديال العمق الجبل الأول أزرق، نضيف عليه التركواز والأبيض. لاحظوا التوزيع ديال يعني دمج اللون، يعطيني طبقة ديال اللون، ونوزع كذلك في لون الظل الأزرق لتحت. لاحظوا طريقة توزيع ديال اللون بفرشاة الأنجولو المسننة، نحاول دائما نلعب بالخطوط وباللون باش ندير إضاءة خفيفة فقط، ونحافظ على لون الظل كامل. الآن باللون ديال الجبل الإضاءة البرتقالي اللي شتو بخفة خففته باللون الأبيض، نحاول ندير خطوط الطول، خطوط طويلة غتبين الجذوع الرقيقة اللي في الأشجار، ثم نجيب اللون الأسود والأخضر والأبيض والأصفر، وندير اللون طبقة ديال الأخضر. لاحظوا لون شبيه بالزيتي. نبدأ بفرشاة المروحة نوزع في اللون الأخضر، لاحظوا على جوانب الأشجار دائما باش يعطيني إضاءة على الجهة اليمنى، وتبقى الجهة اليسرى مظلمة فيها شيء من الظل. وهذا ما كيعنيش أنني كنغني لون الضوء في هذه المنطقة ديال الأشجار بفرشاة المروحة. حاولوا تشوفوا ضربات الموتيف ديال شجر الصنوبر بطريقة ديال فرشاة المروحة. كنحاول نلعب بالفرشاة، كنضرب بالطول وبالعرض، ونحاول نخرج ضربات على الجهة اليمنى باش تعطيني أوراق ديال أشجار الصنوبر، ونحافظ على نسبة من لون الظل كما ترون. نوزع اللون الأخضر بكيفية معقلنة في المنظر. الآن اللون الأبيض والأصفر نضيفه على نفس اللون باش ندير واحد طبقة من اللون فستقي الفوق، ظاهر عليه الإضاءة والانعكاس الضوئي. ثم من الجوانب باش ندير أوراق صغيرة، وغيرت فرشاة المروحة، جبت فرشاة صغيرة، فرشاة المروحة صغيرة لأنها كتساعدني في مثل هذه الضربات، وكتدخل في الزوايا الضيقة في مثل هذه الضربات، تعطيني الإضاءة ديالي باللون الفستقي اللي كيكون درجة ثانية ديال اللون الأخضر. كنضرب دائما من الفوق باش نعطي الموتيف ديال أشجار الصنوبر، ويبان الرأس مسنن والشكل ديال الشجرة هرمي كما ترون، وتبان الكثافة، ويبان اللون ديال الضوء كذلك. نحاول نوزع بضربات عمودية وأفقية، نخرج أوراق الأشجار وندير تنوع لوني كيف ما كتشوفوا. كنغير الفرشاة، مرة نضرب بالطول، مرة نضرب بالعرض، مرة نضرب بالطرف ديال الفرشاة، حتى نغني جميع الضربات ديال أشجار الصنوبر في هذه المساحة. لاحظوا كيفاش كنسترسل وكيفاش كنحاول نتعمق في الضربات، ونكرر حتى نعطي لي لون الإضاءة الشكل ديالو كامل مكتمل، لأن هاد المساحة فيها غنى ديال اللون الأخضر. رجع اللون الترابي والأبيض والبنفسجي باش ندير إضاءة في لون الأتربة والرمال اللي بجانب البحيرة وبجانب الغابة والأشجار بفرشاة عريضة. كنحاول نضرب بضربات مسطحة باش ندير الإضاءة ديالي بكل سلاسة. لاحظوا شكل الضربات وطريقة يعني ضرب الفرشاة. لاحظوا كنضرب بطريقة مسطحة
فرشاة وهي مسطحة كتعطيني الموتيف ديال الأتربة ودير الرمال هنا، لاحظوا. وكنحاول دائما نضرب بخفة وبليونة حتى تعطيني الموتيف ويبان الشكل ديال الرمال على الجهة اليسرى. لاحظوا العملية كيفاش كندير لها باش نحقق الموتيف ديالي. وعلى الجهة اليمنى كنحاول نخفف اللون باش نخلي واحد الجهة ديال لون الفراش لتحت، ونجيب اللون الأحمر والبني، أحمر وأسود وفي شوية الأصفر كيعطيني بني، ونديرو على الجوانب باش يعطيني عمق ديال اللون وتناسق لوني في هذه المنطقة، تبان يعني الجهة أو الجانب ديال البحيرة مع الرمال مظلم شيئا ما، وله تأثير ديال الخلفية ديالو، ويبقى لون الإضاءة معزول بوحدو. وكنحاول ندير ضربات نقط كتبين الحصى والأحجار الصغيرة اللي كاينة في هذه المنطقة. رجع اللون ديال الجبل الأول الأزرق والبنفسجي، وندير انعكاس ضوئي للجبل في المياه. لاحظوا الطريقة ديال رسم الانعكاس وتلوين الانعكاس لتحت بزيكزاك، طريقة ديال زيكزاك للون في المياه. نحافظ دائما على لون الخلفية لتحت، لون تركواز اللي درته غامق في البحيرة يبقى كفراش، ولكن هذا اللون كيعطيني الانعكاس ديال الجبل في المياه. لاحظوا الطريقة ديال زيكزاك وكيفاش كنصنع الانعكاس الضوئي في المياه. نجيب اللون الأسود والأخضر وندير كذلك انعكاس ظل الأشجار في المياه، وغادي بالترتيب أحبابي باش نرسم المنظر ديالي خطوة بخطوة حتى أنتهي بكل سهولة. اللون الأخضر والأسود غيعطيني انعكاس خلفية الأشجار في المياه، ثم بنفس الطريقة ديال الزيكزاك نحاول نعطي انعكاس ديال الأشجار اللي في الجهة اليمنى من الغابة، وندمج اللون مع اللون بفرشاة الأنجولو المبللة. إلى لاحظتوا أحبابي ديما الطريقة ديال تبليل الفرشاة كتساعدني بشكل كبير في إدماج الألوان في المنظر الطبيعي، وتنتم كذلك استعملوا الطريقة راها ناجعة أحبابي في إدماج ألوان المناظر الطبيعية. نوزع اللون اللي درت الأول لون الجبل في المياه بفرشاة الأنجولو وضربات أخرى، ودائما بالزيكزاك، ضربات بخطوط أفقية بشكل زيكزاك باش تعطيني انسيابية وحركة المياه في البحيرة، وتعطيني حتى انعكاس ديال الجبل في البحيرة. نزيد في المنطقة تحت من الصورة، نعطي للون عمق، وندخل تحت الصخور باش يبان هناك ظل وانعكاس في البحيرة. نحاول ندعم اللون دائما ونكرر العملية، ثم كنجيب اللون الأبيض وكنضيفو على اللون الأزرق كيعطيني اللون، لاحظوا، بنفسجي خفيف. نوزعو كذلك في شكل زيكزاك باش يعطيني انعكاسات ضوئية في البحيرة. لابد من الألوان تكون متنوعة في هذه المنطقة، لأن الانعكاس الضوئي شامل لهذه المنطقة، والبحيرة لها انعكاس ضوئي ديال الجبال ديال الأشجار ديال الصخور ديال السماء وهكذا. لاحظوا الخطوط كيفاش كتلعب دورها وكتبين ليا الانعكاس. الآن اللون الترابي من جديد واللون البنفسجي، لاحظوا كيفاش غادي نبدا في رسم الانعكاس ديال الوان الاضاءة للجبل في المياه في البحيرة. نفس الطريقة بالزيكزاك كذلك، خطوط عريضة خفيفة، غنحاول نعبر على الانعكاس الضوئي للون البرتقالي المذهب في المياه
خطوط عريضة صغيرة. لاحظوا فرشاة الأنجولو اللي كتحقق لي الانعكاس الضوئي بهذا الشكل. نزيد ندعم اللون كذلك بإضافة اللون البنفسجي. بنفسجي وأصفر وأحمر وأبيض كيعطيني اللون ترابي فيه نكهة البرتقالي باش يعطيني الانعكاس ديال الرمال على جانب الواد والانعكاس ديال اللون البرتقالي اللي في الجبال. ثم نخفف اللون الترابي بالأبيض وندير ضربات ضوئية باللون المضيء. اللون الترابي مضيء بالأبيض، ضفت عليه الأبيض ودرته بنفس الطريقة اللي رسمت بها أو اللي درت بها الألوان ديال الانعكاس الأول، غيعطيني إضاءة جميلة في المياه. وما كنكثرش من التفاصيل كيف ما شفتوا أحبابي، دائما تفاصيل دقيقة وقليلة. اللون البني خليط من الأحمر والأسود خفيف غنديرو على جانب الواد باش ندعم لون العمق ديال التراب والرمال اللي في جانب الواد أو جانب البحيرة. ثم اللون الأسود والأخضر غنحاول نديرو كظل بالنسبة للأشجار ديال الصنوبر اللي في الغابة. ندعم اللون الأسود والأخضر باش يعطيني ظل ديال الأشجار، وندير باللون البني حصى وأحجار صغيرة. لاحظوا الطريقة ديال وضع الأحجار والحصى بفرشاة الأنجولو، كندير نقط وخطوط. واللون الرمادي والأزرق غنحاول نضيء الأحجار، نعطي إضاءة للأحجار ونشكل هنا نوع من الأحجار الكلسية اللي بجانب الواد. كنحاول نصنع أحجار وصخور صغيرة. لاحظوا كيفاش كندير، كنعطي الإضاءة من الفوق ونخلي واحد الجانب تحت مظلم باش نعطيها البعد الثلاثي ديالها، نشكلها في شكل بعد ثلاثي كما ترون. نضيف اللون مرة أخرى، نكرر اللون حتى نظهر الإضاءة في شكل جميل. لاحظوا ونوزع ما تبقى من اللون الرمادي والأزرق على الأحجار الأخرى. واستعملت هنا اللون الرمادي والأزرق، غادي نحاول نغير اللون الآن. نضيف اللون البنفسجي والأبيض والرمادي ونبدأ نوزع فيه مرة أخرى في نفس طبقة ديال اللون اللي درت في الصخور. وهذه العملية راه كتعزل لي الأحجار وتبين لي شكل الأحجار كيف هي، أحجار كلسية كيف ما كتشوفوا، كتعطيني نوع ديال الأحجار مدور اللي كتكون بجوانب الواد والبحيرة دائما. تنويع اللون كيعطيني واحد الشكل جميل واقعي للأحجار. لاحظوا دائما كنحاول دائما ندير واحد نصف دائرة وندمج بالأصبع ديالي اللون تحت مع الحفاظ على لون الظل تحت. لاحظوا أحبابي كيفاش كتماسك الألوان وكتبدا تكون ليا سلسلة ديال الأحجار، كتلة ديال الأحجار متناسقة ومتراصة بكيفية سهلة وبسيطة كيف ما كتشوفوا، ولا أروع والسهولة أكبر وأكثر. نضيف اللون البني الآن، خليط من اللون أحمر وقليل من الأسود باش نكمل التنوع اللوني. وإلا لاحظتوا اللون ديال العمق كيبقى شيئا ما ظاهر وبين لتحت. اللون البني اللي درت الأول فيه الأسود والأحمر، لاحظوا. ثم اللون الأبيض غنديرو خفيف وغندير به لسعة ضوئية من الفوق باش يعطيني الإضاءة ويعطيني الانعكاس الضوئي على الأحجار وتبان الأحجار في شكلها الواقعي والطبيعي بضربات دائما خفيفة، خطوط قليلة وخفيفة.
تعطيني هذا الانعكاس الضوئي الجميل اللي غيحدد لي الشكل والنوع ديال الاحجار اللي بالوادي او البحيره. لاحظوا ضربات لسعات ضوئيه باللون الابيض غتنهي لي شكل الاحجار ولون الاحجار. تنوع اللوني هنا عطي واحد المنظر رائع بالنسبه للبحيره. ونختم ما تبقى من الضربات. الان اللون البني يعني الاسود والاحمر غندير ظل تحت الاحجار باش نجمع الشكل العام ديال الاحجار وتبان الكتل ديال الاحجار وتبان الخلفيه ديالها وحتى الظل والانعكاس ديال الظل في المياه يظهر كذلك. غيبان اللون بانه متماسك وله تاثير على الوضعيه ديال الاحجار في البحيره. ندمج اللون ندخله في اللون الازرق اللي في البحيره بالتالي غيعطيني شكل ديال الاحجار ووضعيه الاحجار طبيعيه. وبهكذا نكون نهايه المنظر ديالي احبابي. احبابي في الله بخطوات سهله منظر طبيعي واقعي احترافي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الدرس. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.